تحفيز العضلات بالكهرباء هو تقنية جديدة كما راك تقولي، وهي أنك تديري حصة رياضة تاع 20 دقيقة وما يعادل 4 ساعات من الرياضة اللي مولفة ديريها في سال دو سبور كلاسيك. هذا هو يعني يربح لك الوقت، هو يعني مركز رياضه كما نقولوا، سي كونسونتري دو سبور، يربح الجهد ربما كذلك. كيفاش؟ ربما يربح الجهد. الجهد تعياي في العشرين دقيقه، تعياي بزاف، يعني تحسي روحك صح درتي ربع سوايع، يعني تتعبي في العشرين دقيقه، ماشي تتعبي تعب يعني مي تعب تاع بدلتي جهد كبير، تحسي روحك بدلتي جهد كبير. ويعني كيفاش تعمل هذا التحفيز؟ كيفاش يعمل؟ خبرينا فقط. هي اول حاجه راح نمدوا لك اون توني، تلبسي هذيك لا توني، نزيدوا لك فوقها ان جيلي، هذا لو جيلي فيه هذوما المحفزات عندك في الصدر، في البطن، في لو با دو دو، لو او دو دو، ولي دورسو هذو تاع هذو تحطوهم في المناطق اللي محبين. لا لا، هذا لو جيلي اللي نلبس لك فيه ديجا فيه هذوما لي زيليكترود، تسمى لي موسكل تاع لو بوست كامل وتاع الظهر راح يتحفزوا. نزيدوا لك اون سانتور، زوج دي سانتور في لي برا، نزيدوا نحطوا في لي كويس، نزيدوا نخدموا ثاني فيسي، دونك فونتر كويس فيسي برا بيكتورو والظهر كومبلي. طيب، وهل هي يعني هذا بما انه يعني مرتبطه بالكهرباء، هل هو امن على صحه الجسم؟ 100% ما عنده حتى ضرر للجسم، يعني لا فريكونس اللي نستعملوها سي لي فريكونس اللي مولفين يجوزوا في الجسم بلا ما يحس بهم، يعني بلا ما ينضر منهم ولا بلا ما، يعني 100% امن. كاين فئه من الناس طبعا اللي ما يقدروش يستعملوها، اللي عندهم امراض مزمنه كيما باغ اكزومبل لي زيبر توندو، امراض القلب، المراه الحامل طبعا، داء السكري، ليزيبيليبتيك. داء السكري نفهم لك علاش ما يقدروش يديروا، باسكو في حصه واحده يقدر يدير اون كونسوماسيون اونتر، يحرق بزاف جوستومون، اونتر 800 ا 1200 بارفوا تروح حتى ل 1500 كالوري في اون سول سيونس، دونك اوتوماتيكمون لو ديابيتيك راح يحبط له السكر، ممكن يدوخ ممكن لكن